دلوقتي هنروح لفقره الصحافه. قلت اسيبك تديلك فرصتك قولي لي قبليها ما تفاجئنيش. مش هديلك فرصتك. هنروح دلوقتي لفقره الصحافه نتابعها مع حضراتكم. واول خبر معانا هيكون منين؟ موقع رئاسه الجمهوريه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل رئيس الجمعيه الوطنيه في جمهوريه كوريا الجنوبيه. في سياق الخبر، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس السيد بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعيه الوطنيه بجمهوريه كوريا الجنوبيه، وده كان بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد جين ووك هونغ السفير الكوري بالقاهره. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي صرح بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته لرئيس كوريا الجنوبيه السيد مون جي ان، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخيه اللي بتجمع بين البلدين الصادقين، ومشيد في نفس الوقت بالإنجازات اللي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، وده بيعكس عمق وصدق تلك الروابط المعززة بتبادل زيارات رفيعة بين البلدين واللي وفرت قوة دفع لتطوير التعاون في مختلف المجالات. كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكوري إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي يساعد على استغلال واستكشاف الأفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية. من جانبه، نقل السيد بارك إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، مؤكدا الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بعلاقتهما الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية في مصر للاستفادة من موقعها الاستراتيجي للانطلاق إلى الأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانيات البلدين الصديقين، ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، مما يدعم جهود التعاون المشترك في كافة المجالات. وأشاد أيضا السيد بارك بما تشهده مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس من نهضة شاملة في إطار استراتيجية مصر التنموية 2030. لسه مع حضراتكم على موقع رئاسة الجمهورية، وخبر آخر بيتعلق بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل بالأمس السيد الرئيس سيلفا كير ميرديت رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمان الوطنيان للبلدين. السيد الرئيس أكد على استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة ارتباطا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع في عام 2018 والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر فيضانات الأزمة الغذائية، ده كمان فضلا عن مساندة جوبا في الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية خاصة مجالات الري والصحة والتعليم، ده كان بالتوازي مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني. أعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكد أن قوة الروابط التاريخية اللي بتجمع بين البلدين الشقيقين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي في مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري اللي بتقوم به مصر على صعيد الإقليمي وكمان في القارة الإفريقية. من الجمهورية، جامع ضخ 520 مليون جنيه من جهاز المشروعات لحياة كريمة من أصل 1.4 مليار جنيه. كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن أنه تم ضخ 520 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات بقرى مبادرة حياة كريمة من أصل 1.4 مليار جنيه يخصصها الجهاز لحياة كريمة. قالت جامع أمس خلال تفقدها أجنحة معرض تراثنا أن هذه المبادرة هي الأضخم في مصر وخارجها لأنها تمس عددا كبيرا من المواطنين، مشددة على أن شروط التمويل بسيطة جدا ومنها إجادة القراءة والكتابة ومستندات بسيطة مثل عقد إيجار أو ملكية أو البطاقة أو بطاقة ضريبية. تهدف مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والنهوض بالريف المصري من خلال تطوير البنية الأساسية. بوابة الأهرام، السكك الحديدية تواصل تطهير وتعقيم المحطات والقطارات لمنع انتشار كورونا. في التفاصيل، هيئة السكك الحديدية بتواصل اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وده من خلال عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات، ده من بوابة الأهرام الإلكترونية. كمان الهيئة بتعمل، هيئة السكك الحديدية، منذ ظهور فيروس كورونا على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي القطارات في القاهرة وباقي المحافظات. كمان بتجري الهيئة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بمختلف درجات، ده كإجراء احترازي، وكمان تنفيذا لتوجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير. كما تستمر الهيئة في عقد ندوات توعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، كيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين والمتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية بفيروس كورونا أو بخطورته وأهمية الالتزام بالإجراءات الحرازية. خلينا نقول بقى يا جوهر، نعلق على الخبر ده، أنه كده الدولة بتعمل اللي عليها، يعني من ناحية التطهير
التحذير والتعقيم والإجراءات الاحترازية والتعليمات، وطول الوقت بنبقى فيه يعني تعليمات من خلال يعني رسائل صوتية بتذاع في المحطات على المواطنين. الدور دلوقتي الحقيقي على المواطنين، يعني الإجراءات الاحترازية ما ينفعش ان احنا يعني نتخلى عنها بشكل او باخر. ما نقبلش اصلا بوجود حد مش بيرتدي الكمامه موجود في وسطنا، يعني موجود في وسطنا داخل المواصله او المكان اللي احنا متواجدين فيه. ونحذر لو سمحت من فضلك يعني البس الماسك بتاعك، اعتقد ما فيش حد دلوقتي مش ماشي في جيبه في رقابه شديده على الموضوع ده كمان دلوقتي في المواصلات العامه، وكمان عشان التلاميذ والطلاب اللي رجعوا للمدارس الدراسه. صحيح. في ناس لسه بتبدا اول سنه جامعه، يعني مقبلين على الحياه وفرحانين، فمعلش ان في ظروف زي دي مضطرين ان هم يستحملوها، ولكن افتكر ان كله الحمد لله الوعي ارتفع عنده بدرجه كبيره، خوفا على حياته وعلى يعني على ابسط شيء بعيدا عن حياه الاخرين اللي هي مهمه ايضا، لكن على حياتك خاف على نفسك. صحيح يعني. صحيح. هنروح لاخبار اليوم. وزير التعليم عن اول يوم دراسي الشكل العام مرضي. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم ان الوزاره تعمل جاهده على تطوير منظومه التعليم في ظل جائحه كورونا، معلقا وقعنا اليوم اخر اوراق تظلمات الثانويه العامه وجهود الوزاره مستمر. الشكل العام مرضي، لكن رصدنا بعض المشكلات والقرارات الخاطئه وتعاملنا معها في الحال، فضلا عن تكتل اولياء الامور امام المدارس. مضيفا السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وتستغل في تصدير صور سلبية دون معرفة مصدر الصورة. أكمل أيضا تدخل أولياء الأمور في المناهج والامتحانات وتكتلهم أمام المدارس يؤثر سلبا على العملية التعليمية، وسنتخذ قرارات قريبا بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى أكثر من 20,000 طلب سنويا للسماح بدخول أبنائهم مدارس قريبة لمنازلهم رغم زيادة الكثافة. في اليوم السابع رئيس هيئة الرقابة المالية التأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث يناير 2022. دكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة واللي انعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كشف عن إصداره لقرار تنفيذي للنشر في الوقائع المصرية للجريدة الرسمية بتاعتنا يعني بتاعت مصر، تضمن في مادته الأولى تولي المجمع المصرية تأمين السفر للخارج المنشأة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية المصريين من العاملين في الخارج طبقا لتصريح العمل الصادرة ليهم. كمان رئيس الهيئة قال إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمع يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ شرم راندفو في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين في الخارج واستجابة لطلباتهم على أن تطبق على كافة العاملين المقيمين في الخارج. ده بيساهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، كمان تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني، الارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية. كمان عمران قال إن المذكرة طبقا ليها يعني مذكرة التفاهم دي المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب بداية من يناير 22 في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياري متضمنة التغطيات التأمينية اللي بيحتاج إليها المصريين العاملين في الخارج على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصلها إلكترونيا. انتهت.